عايزين في الاول نوصل على الجامعه دول، فعايزين يعني هو جه بص لحظه الحركه جت ازاي، جه مثلا بوزيشن من هنا مثلا، هنفترض ان هي جايه من هنا وكان السكيل بتاعها زيرو، السكيل على محور الواي تمام كان زيرو، وبعدين بدأ يكبر ما كبرش قوي لحد ما وصل هنا البوزيشن، وبعدين بقى هيثبت شوية وياخد شوية سكيل، يعني هيثبت في الحركة بس هياخد له شوية سكيل، هيكبر شوية وبعد كده هيبتدي يتحرك ويكمل السكيل بتاعه ويطلع كده طبعا البطارية معمولة فعملت الحركة دي. بعد كده الايد دي بتيجي كده، والايد برضه التانية نفس جايه نفس النظام، والراس بتطلع كانت هنا مثلا وطلعت، والرجل برضه يعني ما فيهاش اي مشكله ان شاء الله. تعالوا فوق يعني نشوف ممكن نشتغل عليها ازاي. فانا ممكن مثلا ابدا من هنا، عايزين نعمل لها مثلا ام، عايزين نعمل زي ماركر كده، ممكن نديها لون عشان بس نميزها، مثلا ان هي تاخد لون ده مثلا ممكن لحد بقى هنا عشان نعرف بس بدايتنا منين. وخلينا بقى نروح نجيب الناس دي من، بص انا هجيبهم واحد واحد ونحركهم، وبعدين بقى يعني نغير اماكنهم زي ما احنا عايزين. انا عايز في الاول ده تمام، انا كنت معلمهم بقى برضك عشان يبقى ايه الدنيا منظمه اكتر، فانا اخدت الاخضر كله كده، وممكن اخده هناخده كنترول سي مثلا، ونحطه هنا مثلا كنترول في كله كده، وبعدين الشرف ده عايزين نظهر ده، عايزين بس ده عشان نشوف الشخص ده بيشتغل فيه ازاي. طبعا عايزين نجيبه من الناحية دي شوية عشان يعني لو جبت له كده على السريع كده وعملت هنا مثلا اد نل، بس يعني كمجرد ان انا بس عايز احركه شوية كده مش عايز اشوفه اتحرك ازاي، وهنلاحظ ان هو يعني طويل قوي، فنحاول يعني ايه نقصره. فهنلغي النقطة دي تاني معلش، هنيجي احنا نعمل نل بس عشان نبقى عارفين نتحكم فيها، نل اوبجكت، وانا عايزها مثلا كده، وهنزله تحت مش مشكلة، وهنيجي نربط دول كلهم كده، بس الأول هننزله تحت عشان يبقى ايه رجله على الأرض، وعايزين نديلهم مثلا سكيل نقلل حجمه شوية، عايزهم ما يقف هو واقف، ممكن مثلا نخليه هو تقريبا كده مثلا 83%. فانتوا برضو حاولوا يعني تصغروه بمقدار الحركة، لان لما جيت ارسمه على الالستريتور فكنت رسمه كبير شويه، فاهم مفيهاش اي مشكله. وهنلغي بقى النل ده تاني مش عايزه. فخلينا نسمي الحاجات مهمه عشان بس نبقى عارفين دي ايه، دي هنسميها بادي، دي هنسميها بادي، ممكن نلف ده ونلف الزرع ده اللي هو دي اللي هي الايد. تعالوا نظبط الانكر بوينت بتاعتهم بقى، يعني دي مثلا هنجيبها كده البني وده هي دي الرجل، ممكن نخلي الانكر بوينت بتاعها مثلا هنا الناحية التانية، برضه نجيبها مثلا هنا، دول نلويهم مثلا عشان يبقوا عارفين ان دول مثلا رجل، نديهم مثلا لون اورنج
والبادي مثلا خليه يلف، دي اللي هو العضو. أما ده دي الإيد التانية، فدي ممكن نسميها مثلا هاند، ودي هاند تو، دي مثلا نسميها مثلا يعني مثلا دي مثلا يعني هنسيبه كده زي ما هو. ده المفروض اللي هو الهيبس تقريبا، ممكن نسميه دلوقتي هيبس مثلا أعتقد يعني. بعد كده نطلع فوق بقى، دي الراس ممكن تبقى كده ونسميها هيد، ودي مثلا ممكن البق. ماوس طيب، خلينا بقى نبتدي حركة. احنا قلنا الحركة بتاعتنا تبدأ من هنا، خلينا نبدأ بالبض. ممكن هنديله بي وسكيل، بوزيشن وسكيل، ونشيل اللينك ده. خلينا نعلم عليهم كده. ففي البداية مثلا ممكن نمشي 5 كي فريم، طبعا في الأول خليها صفر، دي هتبقى 100، ديت اللي هتبقى صفر، وبعد 6 1 2 3 4 5 6 مثلا نعمل نخلي مثلا 40، وهنبتدي ننزلها تحت كده. هو حجمه كبير قوي، دي اعتقد كانت 83 برضه، يعني 2 كانت 83، وهنا 83 تمام كده، معقولة شوية. وممكن بقى نكبر شوية، يعني مثلا معظمهم فيهم الرسمة دي مثلا كانت 45 مثلا تمام لحد كده. طيب عايزين نشوف بقى الحركة ماشية معاها ولا لأ. عايزين ننزلها بقى تحت، يعني هتبدأ من تحت شوية، يعني دي كده تبدأ مثلا من هنا. هنقدمها شوية برضو، يعني هنطلعها كده نشوف، برضو هنطلعها أكتر. خليها مثلا تطلع من هنا، يعني ايه المنطقة دي. ممكن نحذيها على الورقة دي، أول الورقة دي مثلا كده مثلا. ممكن نخلي البداية، احنا قلنا البداية هنحذفها مثلا يعني كده، هي سابقة شوية بس مش مشكلة، ممكن اطلعها فوق شوية، اطلعها كمان شوية، فهتبقى معانا بالشكل ده. وأول ما توصل هنا على الأرض، وأول ما توصل على الأرض همشي مثلا 3 فريم، وأثبت البوزيشن تقف شوية على الأرض، والسكيل بقى يبتدي يكبر مثلا، هنكبره مثلا كده وليكن ممكن
70 ولا حاجة أو 72 مثلا يعني. وهنيجي بعد 12 فريم ونخلي دي توصل بقى 83 عشان يبقى الطول زي العرض. وهنطلع بقى ديت فوق مكانها تطلع كده، نظبطها بقى على مكان الجسم بتاعها كده مثلا تقريبا. والاتنين دول طبعا هعمل لهم كده عشان اعرف ادلهم، علشان اعرف ادلهم الاستيك. ايه هنروح نديها الاستيك كده، ايه هنشوفها معانا كده ماشيه معانا ازاي، ده هتبقى معانا بالشكل ده. نكبر الشاشة تقريبا نفس الحاجة. بعد كده أنا عايز بقى أبتدي أحرك مثلا الراس دي، بس هنلاحظ في الفيديو إن الراس لما جت تتحرك هي والشعر طلعت مع بعض، بس انا لاحظ ان لقيت في اوفست او مسافه ما بين الحواجب والعين والبق مش طالعين بانتظام كده. بصوا اهو بس اعتقد كان طالع يعني، كان لعب في الباس بتاع ديت كان طالع مبسوط كده وطلع زعلان يعني قلب لزعلان. طب خلينا نشوف ممكن نعملها ازاي يعني. انا عايز البداية يعني هي بداية الحركة بتاعتي اصلا كده، فالكلام ده كله ملوش لازمة نقص. والهاند دي برضو نفس النظام. وتعالى بقى نشوف الهير والاي 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 والبو، دي الحاجات دي كلها هنربطها في الهيد. الهيد بقى هيتحرك ازاي؟ انا ممكن اديله مثلا بوزيشن كده، وهنا هديله ايزي ايز، وهنا هديله الاستيك، فهديله بوزيشن عادي. فهو في الاول كان تحت، هنا تقريبا بداية ظهور الراس من هنا مثلا. فممكن نجيب دول بقى كلهم كده اللهم هنا، وهننزل ده شوية نحس ونغطي بالبض. وهنيجي نطلع بقى كده بس خلينا نقدم ده شوية كده. مثلا كده نخلي بيت الزنو عن كده، هي تقريبا كده. وخلينا بقى ندي للعين والأنف والبق، ندي كل دول بوزيشن. مثلا هنيجي أول حاجة مثلا الحواجب بتاعتنا كده، هنديلها بوزيشن. وفي البداية أنا عايز أنزل الحواجب بتاعتي لتحت كده، يبقى جاي من تحت الراس كده. وهنديها إلاستيك وخلي دول ايز ايز تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة العين نديها بوزيشن، وهنا مثلا وهنا ايز ايز وهنا الاستيك. وفي البداية
انا عايز دول الاثنين هينزلوا تحت الحواجز، هنجيبهم مكان هنا. وبعد كده بقى هحرك البق بتاعي برضو، لا مش هحرك الهيد، هحرك الماوس. وهنا نجيبه كده، وهنا إلاستيك. خلاص حفظنا، خلاص هنا ايزي ايز. نرجع تاني هنا، فأنا عايز أنزل ديت البق طبعا هيبقى تحت العين مثلا كده، معايا كده بس كده. لأ أنا عايز أعمل أوفست يعني في الأول الهيد هيطلع طبعا هو الرأس، عايز بقى بعد كده الحواجب، بس ممكن نأخرهم مثلا، ممكن نأخر دول كده 2 فريم. وهروح بعد كده للعين، هنجيب دول برضو هنأخرهم 2 فريم عن الحواجب، الحواجب سبقاها ب2. وهنيجي هنا هنشوف اللي ناقص، الماوس. الماوس كمان خليه يبقى كده، وتعالوا نشوف الحركة بتاعتنا، نعمل زوم ونطلع نشوف الماوس، زوم أكتر. هتلاحظوا ان كده بقى في اوست. انا حاسس ان هو كان في الاول زي ما يكون حته بقى، انت مثلا عايز واحد مثلا يكون من زعلان لفرحان، ممكن بس لازم تكون شيب يعني، هنحاول نخليها شكل الماوس. كونفرت تو شيب، الماوس طبعا ده جدا زعلان مش عارف ليه، عشان القهوة تقريبا اتأخر يعني ليه حق. فأنا ممكن أروح كده على الباس هنا، وممكن مثلا نخليها كده، نخليها مثلا كده، هو مديني هاندل اهو، ممكن نخليها كده مثلا بحيث ان هو كان فرحان شوية. بص انا اقول لكم الفكرة العامة يعني، بصوا كده فاهمين انا بعمل ايه يعني. عشان نعمل حاجة هرجعها تاني، معلش عشان ترجع بنفس الوضعية، بس هنعمل كيف ليه للباس. بس مثلا نكون هنا في الأدي كده، او عايز احدد البوينت ايه. فانا عايز بقى ايه اعمل كيرف لتحت كده، بحيث ان انا اخلي زي الراجل انا ايه مبسوط على انها عايزها. نجيبهم ايز ايز، مش عارف التفاصيل ديت يعني هتنفع معانا ولا لا، بس حلو انت تركز في التفاصيل. طلع كده شوف
شوفوا واضحة قدامكم ولا لأ؟ انعكسنا، خليها كده بحيث إن هو كان زي كده. فكرة كان ده المفروض ساعدني إن إيه زعلوه، وبعد حاجة بسيطة مثلا نخليه كده مثلا. لا كده كده هذه الفكرة العامة. خلينا بقى نروح للخطوة اللي بعد كده. احنا عايزين بس في الأول يعني دول كلهم كده مع الهيد نحطهم في كومبريشن ونسميهم مثلا هيد كان بس نعلي منهم، خليها هيد واحد طبعا. هنجيبها هنا وهنقطع، هنقطع كل فد ده، هنجيبها بقى ايه ورا البادي. ممكن ننزلها شوية، لا هتبقى معانا مثلا بالشكل ده. خلينا نشوف بقى الخطوة اللي بعد كده، هنبتدي بقى نحرك الإيد. فإحنا بعد كده عايزين نحرك بقى الإيد مثلا دي، وبعدين الإيد ديت، وبعدين ندخل بقى على الرجل. خلينا الهاند اللي هي فوق دي، الهاند دي بقى بتبتدي تتحرك منين؟ مثلا من هنا. تعال يا هند هنجيبها كده. طب هو حركها ازاي؟ يعني بصوا حركها ازاي كده. الحركة ديت واخدة بابل، فنروح ندي بابل بقى مثلا عند الانكر هون، الانكر بوينت هنا، واحدة مثلا عند المفصل وليكن مثلا هنا، واحدة عند هنا مثلا نهاية المفصل ده، ونهاية الايد. فبقت معانا بالشكل ده. اروح عند اليو، عند كل الوابط بقى دول شيفت عديتهم كلهم، هنروح نجيب الدوت بس عايزين نروح نعمل تنظيف بونز. فبقى معانا بالشكل ده، ويخليهم برضك يبدأوا مع الهاند هنا، وتعالوا خدوا ار روتيشن. قبل ما نديها الارض لازم نربط، يعني ما تنساش الحركه دي، تربط 4 3 3 ب 2 و2 ب 1. احنا عملنا ايه؟ 4 اللي هي نهايه الايد ربطناها باللي قبلها باللي قبلها باللي قبلها. دي لو تلاحظوا عكس النبات، النبات كان العكس، كان جاي من تحت يعني من تحت لفوق، فوق مثلا هنا مربوط باللي تحت وباللي تحت وهكذا لحد ما يوصل لهنا. فبنبقى معلمينها الحركه ديت بالانكر بوينت، لان دي الانكر بوينت كانت فوق، فدي الاساس بتاعنا هنا، الانكر بوينت تحت فدي الاساس بتاعنا وهكذا. فخلينا نروح نديها روتيشن، طبعا لازم نكون محددين على كل، وندي لكل روتيشن نمشي مثلا وليكن 10 فريم، كمان 10 فريم، وهنبدأ ايز ايز. ليه عملنا كده بس؟ قلنا بسيطة الحركة دلوقتي. بصوا لقيتها يعني هي جاية كده، جاية واخدة تقوس كده، وبعدين راحت هناك، وبعدين جت سبت. فمش محتاجين أكتر من 3 كي فريم. خلينا بس يعني إيه في الأول محتاج
الهاند دي تربط بالبادي وده هيتربط بالهاند. ليه؟ ليه هربط ده بالهاند وفي النبات ما ربطتهوش؟ لان انا محتاج اعمل سكيل، يعني اعمل لها سكيل. النبات كنا واخدين السكيل من الشكل ده، فخلينا ناخد البابل ده هنربطه بالهند، والهند هنربطها بالبابل. انا عايز اعمل لها ايه؟ احنا عملنا حاجه غلط دلوقتي، احنا لازم عشان نربطها من غير حركه الطبقه كده هنربط، خلينا نربط بقى ده بالهند، والهند خلينا نربطها بالبادي. شكلها طالعة معايا كده، وطبعا واخدة سكيل. احنا دي ولا كده عندنا سكيل، بس انا عندي سكيل دلوقتي، بعد شوية مثلا هنديها مين. وهنديها إيز إيز. هنظبط بس الحركة بتاعتنا ونشوف لو حاجة عايزة تتعدل هنعدلها. طب خلينا ما نديش السكيل دلوقتي بس عشان نبقى شايفين من الإيد بتاعتنا. وخلينا برضه ما نظبطهاش دلوقتي. ولا ده. ففي البداية انا هجيب دول كده وهبتدي اخليهم مثلا كده، احط قوس الصورة وهنا ونجيبهم شوية كده وبعدين هترجع تاني وهكذا. معنى كده عايزين بعد كده بقى نربط ده بالهند بحيث ان هي مثلا هتبقى واخده صفر وبعد شويه هتاخد 100. وايه هنديها؟ وهنديها ايزي ايز بالشكل ده. وكمان بعد كده هنروح نربط بقى الهند بالبض، فهتبقى معانا كده. دي حاجة مش مظبوطة. طب هي بقى كله خد الهند دي، لأ أنا عايز ديت تتربط بدي ودي تتربط بدي. خلي بالكم الغلطات دي ممكن الواحد بقى يقعد يفكر طب ايه اللي حصل، طب ايه الدنيا، بتلاقي في الآخر غلطة زي كده. بص اهي نفس الحاجة ولا لأ؟ فهي بدأت تقريبا من هنا، فممكن نأخر دول كده شوية ونشوف. هو أعتقد أخر دول شوية. نخليها مثلا عند 12 كده، مش لازم زي باتيبكال يعني، نقطة كده وريت برضك لسه متقدم. هنا وقفت. جاي كده اللي هنعيدها كده. في حاجة بنلاحظها، يعني هو الهند وصلت 120 ليه؟ المفروض انها هتبقى 100. مرة بس كده شوية كده
نشوف كده. أنا بستيل تاني. هي جاية معانا بالشكل ده. تقريبا نفس الحاجة. وأعتقد الأول كانت ناعمة أكتر، يعني مثلا كانت كده. بس خلينا نعملهم زي هما مثلا كده. خلينا بقى نشوف الدراع التاني، طبعا اللي هو ده هاند تو. أنا عايز بس أظهره كده لوحده، نديله بابك عند الأنكر بوينت واحدة، وهنا مثلا واحدة، وهنا واحدة، هنا واحدة. لو عملنا حرف اليو كده ممكن نعملهم كده عادي، لو عملناهم كده هتحددوا تمام. وهنروح نعمل اد بونز كده بالشكل ده. هنبتدي بقى نربط ده باللي فوقيه، باللي فوقيه، باللي فوقيه، مش اللي فوقيه كلاير، اللي فوقيه كده كايه. وهروح اعمل كده، هنيجي مثلا من اول، خلينا نظهرهم بقى كده. الايد ديت اتحركت ممكن من اول هنا، ونجيب كده بالاثنين، وهنبدأ مثلا من هنا. ممكن اروح اربط ديت بدين، يعني دي بدين. ندوس اوف، وبعد 10 فريم ندوس اوف كمان واحد فريم. وهنرجع بقى هنا، كل ده هياخد اي اس. وفي البداية هجيب دول كده بس تقريبا، ممكن تكون واحدة كروس برضه، بس انا هجيبها كده. تقريبا جاية كده، وهنا نديها شوية كده، إنه عايزين نديها أكتر كده مثلا. وبعدين هتروح كده، بقت معانا بالشكل ده كده. ومن هنا ممكن نديلها سكيل بس، أروح هنا وأعمل كيفين، وفي البداية هيبقى صفر. ممكن اديلها از از كده معنى كده. خلينا نروح كده ونربطها بالبادي ونشوف هتبقى عاملة ازاي. نلاحظ إن أنا عايز أجيب السكيل كده 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 مثلا، هي تقريبا جاية كده. بص هي جت، يعني مثلا هي دي بدايتها، تانية بدايتها جاية من هنا اهي، واصغر شوية شوية. هنا ظهرت بردك نفس المكان تقريبا بس أكبر شوية.
انت عايز تظبطها بالظبط ممكن تيجي بقى هنا عند السكيل وتبتدي تقلل كده شويه. بس ليه؟ بعد واخدة شوية كده من تكبر ايه كده مثلا. تقريبا نفس الحركة تمام. وعشان ما نضيعش وقت كتير خلينا نشوف ايه اللي بعد كده. هنلاحظ اللي بعد كده الحوض. لازم نحرك الحوض الأول. عندنا شوية اختلافات في الرسم بس تمام. احنا الهدف دلوقتي مش رسم، انا عامل حاجات كده سريعة يعني حاولت اعمل حاجة مشابهة بس بسرعة. ايه كده دي كتيرة شوية اللي هي دي. ممكن تقرب السكيل شوية يبقى كده مثلا. لو انت عايز تقرب للرسمة يعني شوية تقريبا على الشكل كده. بس خليها زي ما هي مش هتفرق كام سنتي يعني. احنا عايزين نحرك الحوض. هنفترض الحوض بتاعي هنقول مثلا ان هو يتحرك من هنا. هنجيب الهيبس ده نجيب لهم بس المية شوية نجيب مثلا كده وهنجيب كده خليها كده. ممكن نسيبها تحت يعتبر كده فوق أحسن وخليناها بالشكل ده كده. نديها بوزيشن ونخليها تطلع كده. هي المفروض تبقى فوق الريد. خلينا نطلع فوق الريد. بس أعتقد يبقى كده مثلا. ممكن ممكن على فكرة مش مرتبط بالبرق أوي يعني ممكن تكون أرسيك. حاسس إن هي كده مضمونة. أنا مش عايز أعمل حاجة تانية غير إن هي تبقى كده. بتحس إن هي جت من تحت البادي أصلا. هنجيبها كده يعني.
بص، انت ممكن تكون شايف طريقة تانية أفضل. أنا دي الطريقة اللي في دماغي دلوقتي، يعني هي كده. هنا ممكن تكون أكبر شوية، يعني حط أكبر شوية عشان كده أعمل الحركة دي. هي دي كده. بعد كده حركة الرجل بقى، الرجل دي واخدة ضبط، خلينا نظبط الضبط بتاعها مثلا كده. وهنحط واحدة هنا نفس بتاع ضبة، ممكن نحط واحدة هنا نفصل ده. طيب للأسف وأنا بسجل الجزء الأخير ده حصل مشكلة في المايك، فكان صعب عليا إن أنا أعيد الشرح ده من تاني، فأنا قررت أقول لكم أنا عملت إيه في الحركات دي. فهنا أنا كنت بشوف الحركة بالظبط، وكنت عايز أشوف حركة الرجل، لو تلاحظوا يعني إن في تانية في الرجل، ولقيت الرجل ديت نزل تحت شوية، فحبيت إن أنا أطلعها لفوق. وبعدين في الرجل التانية حبيت أظبط الأنكر بوينت عشان برضو أبتدي أحط عليها بابل عشان نبتدي نظبطها. بنحط هنا في المفصل ده وفي المفصل ده، وهنحط في المفصل ده. هنلاحظ إن الرجل ديت هناك متناهاش، إنما الرجل اللي هي اليمين اللي هي الناحية دي تناهي. فهنشوف ممكن نظبطها ازاي. فهبتدي اروح عند البابت بتاعي واظبط كي فريم، وهنضيف كمان كي فريم هنا، هيبقى عندي 3 كي فريم. ليه انا ضفت 3 كي فريم؟ علشان في الحركة بتاع الرجل اللي هم عاملينها هتلاقي فيه وهو بيطلع كده، لأن هتلاقي وهو بيطلع هتلاقي الرجل زي ما يكون مكوصة لبره، وبعد شوية هتلاقي اتكوصت لجوه، وبعد كده هتثبت. فأنا بدأت أظبط الكي فريم بتاعتي، وبرضه الناحية التانية هيبقى فيه 3 كي فريم. وهبتدي بقى اديهم كلهم از ايز، وكمان الناحية التانية هديها از ايز. وما انساش اي كي فريم. وهبتدي بقى عايز اظبط باب الدعم، بحيث ان انا عايز اعمل التقويصه اللي هي في الرجل، اللي هي التقويصه اللي هي الخارجيه ديت. فببتدي اشد الباب اللي هو في النص عند الركبه، والناحيه التانيه برضو هتبقى نفس النظام، هشدها لبره. هي هتبقى معايا مثلا بالشكل ده. وبعد كده هروح بقى للجزء اللي في النص اللي هو هيدخل لجوه، هيبقى التقوس لجوه الرجل ديت، والرجل التانية نفس النظام. أتأكد إن أنا جايب البابت اللي هو في النص، أبتدي أدخله جوه شوية. فهيبقى معايا بالشكل ده.
ودلوقتي انا بشوف الحركة عشان اتأكد الحركة بتاعتي مظبوط ولا لأ. فهلاحظ حاجة بقى، الحتة بتاع الرجل من تحت عايز ابتدي اظبطها بقى، عايز ابتدي اظبط حركتها زي هو عاملها. يعني هو في الاول عامل زي تقوس في الرجل كده ورفعها لفوق شوية، وفي الكي فريم التاني نزلت لتحت شوية، وبعدين بقى سبت في مكانها. فأنا دلوقتي بظبط عشان أعمل الحركة دي، مش لازم زي الحركة تيبيكال، بس يعني عايز أعمل الفكرة العامة بتاعتي. وكنت عمال يعني أظبط لحد لما أنا أوصل للفكرة. فعمال أطلع بقى شوية في البابت من المفصل ده ومن تحت وأظبطها، أجيبها يمين وشمال عشان تظبط معايا. فأنا كنت عمال أشوف في الشكل بتاعي، وكنت عمال أفكر أنا هشتغل إزاي. فأنا ببص للرسمة لاحظت في حاجة، إن الجزء اللي تحت ثابت، فانا كنت عايز اثبته، يعني يبقى ثابت في الارض ما يطلعش معايا بالشكل ده. فطبعا لازم اضيف له بابل، يعني لازم اضيف له بابل. ففعلا ضفت بابل اهوت، وبحاول اظبط بقى، وهبتدي احاول اظبط الدنيا بتاعتي اكتر. نحط كي فريم هنا وكي فريم هنا وكي فريم في الأول. وهكذا بظبط بقى من تاني. حاول ادخل ده جوه شوية عشان اعمل ليها التقويصة ديت، مينفعتش. فبحاول ارجع بظبط يعني. بجيبها شمال شوية. وأنا ببص لاحظت حاجة تانية، إن في جزء تاني، في بابل تاني لازم يتحط هنا عشان يثبت لي الجزء ده. ففعلا ضفت البابل ده، وبقى هظبطه برضه في الفريم بتاعته في النص وفي الآخر وفي الأول. هديله طبعا ايزي ايز عشان يبقى شبه التانيين. زي ما قلنا هنضيف الكيف في مادة العجل. أعتقد كده هيبقى عندي تحكم أكبر في الرجل، كل جزئية لوحدها. حتى لما أنت بتيجي تشتغل على الدوت، هو تقريبا بيضيف لك المفاصل بالشكل ده، جزء عند الكعب بتاع الرجل، وجزء عند الصوابع مثلا بتاع الرجل من قدام، والجزء مثلا عند بداية الصابع مثلا أو قبلها بشوية، اللي هي اسمها التوت في الدوت. ببتدي أظبط أكتر، هي لقيتها فعلا اديتني تحكم أكبر. ممكن تبقى كده. هرفعها فوق شوية بقى عشان إيه يبقى نفس الحركة بتاعتها. هو رفع رجله شوية، وبعدين المفروض في النص تنزل شوية، هبتدي أنزل فيها لتحت شوية بالشكل ده. يعني عايز انزل يعني كل بابت كده شوية، يعني مثلا كده، وفي الكعب شوية كده، ومن هنا مثلا عشان تبين الحركة أكتر، وكمان من هنا وهنا تاني. فهتبقى معايا بالشكل ده، يعني كده قربنا بشكل كبير من الفيديو الأصلي. حس ان هو ايه، كان رافع رجله وحطها، فادتني زي رد فعل كده.
وبعد كده عمال بقى اشوف الحركه بتاعتي تمام مظبوطه ولا ايه، ولا هل فيها مشكله. فدلوقتي قلت لازم اجيب بقى الرجل بتاعتي انقلها تحت البدل عشان ما تظهرش بالشكل ده، وهبتدي بقى اضيف نل عشان اعمل لها سكيل عشان برضو من فوق ما تبقاش ظاهره كده، لان في الفيديو كانت الرجل اصلا مختفيه، كان جايه من تحت الجسم، يعني تحس ان هو الجسم وهو طالع بيجيبها كده، بيجيب الرجل معاه. فقلت فكرت وقلت لازم اعمل لها سكيل. فهجيب النار بتاعتي اربط الحاجات دي بيها، اربط الرجل بيها، وهبتدي بقى ايه اظبط السكيل. طبعا حطيت الانتر بنت تحت عشان يثبت لي الجزء اللي تحت، وابتدي اقلل بقى من الرجل من فوق لحد ما تظبط معايا. وهنا ابتدي اقلل زي ما قلنا لحد ما الرجل ايه تلاقيها نزلت تحت البادي كده بالشكل ده. وابتدي اشوف الحركه بتاعتي اهي، لقيتها قربت بشكل كبير. في شويه كده يعني ايه مشاكل حصلت وهنعالجها دلوقتي ان شاء الله، اللي هي المسافه ما بين الحوض والرجل. قعدت اشغل بردك عشان اشوف ممكن احل المشكله دي ازاي، ووصلت ان انا اجيب وانا بشوف الفيديو تاني، فشكل الحوض ما عجبنيش، فانا حبيت يعني ايه اديت له حركه جديده. فدي وارد جدا، انت بتحرك ممكن تحرك وبعدين ترجع وانت بتراجع كده إيه تلاقي حاجه مش عاجباك فترجع تظبطها من تاني. فانت يفضل انت كل شويه تشوف انت عملت ايه عشان لو حاجه مش مظبوطه ترجع تظبطها. انا كنت بحاول يعني قلت مثلا طب ما ممكن مثلا لو حاولت اظبطه مثلا بوزيشن اكتر هل هيظبط معايا؟ انت بيبقى قدامك تقعد بتشوف كذا حل يعني الموضوع، لما بيظهر قدامك مشكلة بتحاول تشوف لها كذا حل. قلت طب انا ممكن اربطها مثلا بالبادي ممكن تظبط، احس ان هي لسه ما ظبطتش. ففكرت اصلا ان انا اشيل الكيف مات خالص واشوف انا ممكن اعمل ايه. فقلت طب انا ممكن مثلا اربطها بالبادي مثلا من غير ما اديها كيف رين، ممكن تبقى حل كويس يعني، هجرب كده ونشوف. فلقيتها ظبطت معايا بشكل كبير يعني، لقيتها افضل من ان انا اديلها كيف رين دلوقتي. حاول بقى تقدمها شوية سيكة تأخرها سيكة يعني كده، ده مش مظبوط ارجع يعني ايه خليها تبقى مظبوطة. قعدت عمال احاول اطلعها بقى وانزلها لحد ما يعني ظبطت معايا. وانا بشوف الرجل مع الرجل التاني لقيتها مش ماشيه او مش واخده نفس الحركه، يعني التقويصه اللي هي بره يعني ما خدتش حقها في الظهور، ما بانتش اصلا في الاول، يعني بان في الاول ان هي تقويصه داخليه وخلاص وخلص على كده. فانا بقى احاول اظبط الكي فريم بتاعها لحد ما تظبط معايا. فجبت الرجل ونجيب بقى البابل. طبعا في الاول انا قلت لازم طبعا طالما جيت عند الكي فريم ديت فانا هظبط بقى الجزئيه اللي هي اللي سابت فراغ ما بين الرجل وما بين الهيبس او الحوض بتاعي، وهروح للرجل التانيه برضك اظبطها نفس النظام.
لقيت الجيم دارية عليا ومخبية، وقلت أشيلها الوقت مؤقتا عشان بس أظبط الرجل بتاعتي، أجيب الباب التاني أهو، وهاجي في الآخر خالص أخد كي فريم وإيه وأبتدي أسحب الرجل فوق. المهم فديت يعتبر حلينا أول مشكلة اللي هي مشكلة الرجل. لقيت في مشكلة تانية كده، مكرر كي فريم، فإيه هشيل كي فريم اللي هو في الآخر ده، هو اللي عمل معايا الحركة دي. هنرجع الكي فريم مكانه، والرجل التانية برضه هتلاقيها نفس النظام، فهنظبطه. شيل من هنا وحط هنا. تمام، فكده حلينا معانا أول مشكلة، فلازم نحط بقى الحوض بتاعنا فوق الرجل. فلاحظ إن هو درع على ال أو خبال الظل كده شوية، اللي هو بتاع الحوض اللي هو مرمي على الرجل، فأنا عايز أرجع يعني أظبطه تاني. فلازم أرجع للبابل وأنزله سنة لحد ما الرجل بتاعتي تبان كده شوية مثلا، والرجل التانية نفس النظام. بعد ما في مشكلة ظهرت هنا حتة بسيطة كده يعني باينة، فهضيف كي فريم فلاحظ إن في فراغ كده ظهر قبل الحركة بتاعتي ما تخلص، فهبتدي أضيف كي فريم تاني وأبتدي أظبطه، مفيهاش أي مشكلة خالص. والرجل الثانية نفس النظام. علشان تظبيط الشغل أهم من الشغل نفسه. وطبعا احنا كموشن لازم نهتم بالتفاصيل. فهنلاقي الحركة معانا بالشكل ده. أو لو تلاحظوا إن في التفوتة بتاع الرجل هي التانية ظاهرة إن هي من بره، إنما ديت ظاهرة إن هي من جوه، يعني الحركة اللي هي التفوسة اللي بره ما بانتش أصلا، على ما الرجل طلعت كانت التفوسة اللي هي اللي جوه بدأت تظهر، فالتفوسة الخارجية ما ظهرتش. فلازم أبتدي بقى أظبط الكي فريمات بتاعتي لحد ما تظبط معايا. يعني ممكن مثلا ابتدي اوسع بقى من هنا، اوسع مثلا في الكي فريم الاخير بعد كده، او ان احنا نختار كله كده ونبتدي نسحب. انا باخر بس الحركه بتاع ظهور هو الجزء الداخلي ده اللي هو التقويس الداخلي، اللي هي التقويسة الداخلية. واللي عملناه في الرجل ديت هنعمله في الرجل ديت. أشوف مكان بس الكي فريم هنا والكي فريم هنا عشان يبقوا الاثنين ماشيين مع بعض. ابتدي اسحبه، هنلاحظ الحركة معايا بشكل يعني ظبطت أكتر شوية، يعني أفضل شوية. أبصوا والتقويسة أكتر من كده، فبنحاول إيه نظبط الكيف مات شوية عشان تظبط معايا. وأجيب ديت برضو أعمل نفس النظام.
كده مثلا. فاحنا يعتبر اخترنا الكي فريم بتاع ظهور جزء اللي في النص، والتقويسة الداخلية والتقويسة الخارجية خدت وقتها في الظهور زي بالظبط زي التقويسة الداخلية. وبعد كده بقى نشوف الجزئية اللي بعد كده، وهي الجزء الراجل واقف فيه اللي هو بتاع القهوة، بياع القهوة. فهنروح نجيبه، وأنا مسميه محل القهوة، فهنضيفه ونبتدي بقى نشيل الحاجات اللي إحنا كنا راسمينها ورجعنا رسمناها تاني في الأفتر إفكت، مش عايزينها تاني. وهنشيل الأرض دلوقتي، وهنبتدي بقى ناخد محل القهوة بتاعنا ونحطه في المشهد. خدناه قط وضفناه هنا، تمام، لأنه أنا هربطه بالمشهد ده. الأول هبتدي أظبط الشباك بتاعي على الشباك ده، وبعد كده همسح بقى الشباك اللي هو جوه ده برضه انا رسمه في الافتر افكت انا مش عايزه. وهبتدي بقى اخد الحاجات ديت خط، واحطها هنا، تمام، اشيلها من الكومبوزيشن بتاعها واحطها هنا بقى برضه، وهمسح الكومب بتاعها. في البداية أنا عايز بقى يعني إيه أرجع أظبط الدنيا تاني، وكده أحرك كده لحد ما تظبط معايا. ففي البداية عايز الشخص ده بقى أحطه كده في كومب عشان إيه يعني يبقى مميز عندي ما يلخبطنيش. يا اما احط الكومب يا اما مثلا اديله لون تاني بحيث ان ابقى عارف بدايته فين ونهايته فين. فهنا مثلا اديته لون مختلف مثلا وليكن هو البردل ده او لون اصفر، مش عارف ليه انا غيرته بس تمام. اه ممكن عشان الاصفر هيبقى مميز شويه بعيد عن الاحمر، فتمام. هنا بقى نشوف ان احنا ممكن بقى نضيف نل، عشان نربط الشخصية دي بيها، عشان ممكن نبتدي بقى نظبط مكانه اكتر مثلا، او بحيث يبقى هو كله مربوط عند النل كده ظهره بس كله لوحده. وهبتدي بقى أربط الشخصية ديت كلها بالنال بتاعي، ممكن أشيل الارتباط بتاعي. طبعا أنا عايز أقلل الحجم شوية، عشان طبعا أنا عايز أقلل حجم الشخصية دي معايا عشان يبقى متناسب مع بقية الشخصيات معايا في المشهد. أنا عمال أقارنه ما بينه وبين الشخصيات التانية لأن هو واقف زي في مكان مرتفع شوية، فهو أعلى منهم المفروض زي ما رسمينه في المشهد هنا في الاستريت. فهرجع تاني لأفضل الاستريت وأحاول أظبطه بقى أفضل. وبعد كده أحذف بقى النل بتاعي وأظهر بقية الحاجات تاني مرة تانية، وابتدي ارجع الشخص ده مكانه لان مكانه اتحرك. احاول ارجعه كده بالراحه لحد ما يظبط معايا،
لأنه هو ساند على الشباك. فأنا دلوقتي كنت بحاول عايز أظبط المقاسات بتاع الفيديو أكتر، وأرفع المشهد ده مثلا لفوق شوية عشان الدلالة دي ما تبقاش جاية على الراجل، وبعيدة عن الراجل شوية. طبعا بالنسبة للشخصية ديت أنا مش هحركها، أنتوا برضه لو اتحركوها يعني بصوا كده شوفوا مثلا عايزين مثلا تصلحوا حاجة، فأنا ضيف لكم ملف الإليستريتور، فالملف ده أصلا لو أنت عايز تقسم الإيد لوحدها هتقسمها، عايز تخليها كده وتضيف ضابط تتحرك ماشي، فأنت شوف الأنسب واعمله. فدلوقتي عايزين بقى نبتدي نحرك الكوبايات ديت، 3 كوبايات دول عايزين نجيبهم كده من تحت لفوق ياخدوا جامب كده. فنديهم لون مختلف عشان نميزهم، ممكن بقى نديهم سي جي أو ندي بتاع الأول سي جي عشان يبقى عشان هتبقى جاية لفة مع الشباك بعد كده. وهنبتدي بقى نربطها بالسي جي 02 ده عشان تيجي معايا الشباك اللي هو التاني اللي احنا كنا عاملين نل بقى اللي كان بيلف بالشباك التاني، عايزين نربط القهوة معاه اللي هي المكنة بتاع القهوة معاه، فعايزين نربط المكنة بتاع القهوة معاه عشان تبقى جاية بنفس الشكل اللي بيها الشباك. فهنروح و هنربطها بالسي 2 النل اللي احنا كنا عاملينه، هتبقى جاية معانا بالشكل ده. طبعا دلوقتي هنشوف الحركة بتاعتها مظبوطة ولا لأ. فرجعت ظبطتها يعني رجعت شلت بقى الارتباط وضفت مدريد، فبقت ما جايه معايا بالشكل ده، لان انا ربطتها يعني المفروض اربطها بعد ما نهايه الحركه تقف، بعد ما الحركه بتاع الشباك تقف نربطها بقى، فنلاقيها جايه معانا بالشكل ده. بعد كده بقى نبتدي نشوف الكوبايات بتاعتنا نحركها ازاي، عايزين نجيبها بقى من تحت لفوق، وممكن ندي بقى 3D بقى عشان هتبقى جاية معاهم بالظبط في نفس اللفة، وهنربطها برضك مع مع الشباك اللي هو النل اللي احنا كنا رابطين بيه الشباك بيه اللي هو 3D. وبعد ما الحركة بتاعتنا هتقف هنبتدي بقى نربط. أو ممكن بقى نبتدي نحركهم الأول وبعد كده نربطهم مثلا. هندي 3 كي فريم بالشكل ده. وعند اول كي فريم ينزل بقى الكوبايه تحت لتحت، انا مدي تقريبا 10 فريم ما بين كل كي فريم وكي.
فانا كنت بشوف بس بدايتها هتبدا امتى وهتنتهي امتى. فهنا ارفعها لفوق شويه عشان يبقى جايه في التسكيل. هنا بقت في الارض. ليه هديهم ايزي انش؟ وهبتدي بقى اظبط الجرافيك اديتور بتاعها بحيث ان هي المفروض اصلا جايه سريعه تطلع سريعه وبعدين تبطأ وبعدين هتنزل على الارض بسرعه. هيبقى معانا الجرافيك بالشكل ده. هنبتدي بقى نروح نظبط التسارع والتباطؤ بتاعتهم ونحاول نقلل مثلا من هنا ونزود هنا كده يعني لحد ما تظبط معانا بالعين بتاعتك كده. فانت بتشوف لحد ما توصل للحركة المناسبة. هبتدي بقى أعمل أزود كي فريم تاني عشان إيه أعمل اللي هو الجزئية بقى بتاع اللي هي منطقة التسلسل. منطقة التسلسل ما بتقفش مرة واحدة كده الأرض. هديها مثلا أكتر من كي فريم مثلا 3 أو 4 أشوف الدنيا. فهنا المفروض تطلع لي شوية بعدين هترجع في الأرض بعدين هضيف بس كي فريم تاني لما توصل الأرض. وهنا هطلعها فوق شوية أقل من المرة اللي فاتت هتبقى معانا بالشكل ده كده بقى اشوف هوسع ضيق لحد ما تظبط معايا. زي ما قلت لكم مفيش حاجه ثابته مفيش مسافات ثابته. ينفع اقول مثلا هي عند 3 فريم هتبقى كويسه او عند 5 فريم هتبقى كويسه او عند 10 فريم هتبقى كويسه. انت بتشوف بعينك وتبتدي تظبط بقى زي ما انت عايز. فأعتقد إن الحركة كده بقت معايا تمام. فأنا مش هعمل مش هضيف هبتدي بقى أقصص من هنا ومن هنا عشان يعني من البداية بتاعتي وأشيل الاتنين التانيين وهبتدي أكرر دي يعني دي هكررها أكتر من مرة بدل ما أقعد أعمل حركات من أول وجديد. ده كنترول دي كنترول دي كمان مرة عشان يبقى معايا 3 نسخ منها عشان يبقى معايا 3 كوبايات. وهنا بقى أنا عايز أبتدي أظبط البوزيشن دي فلازم أضغط على كل كي فريمات أو يعني لازم أضغط على كل كي فريمات واقف مثلا على آخر كي فريم أو أوله عشان يتسحب معايا كده البوزيشن كله كامل مع بعض بحيث إن ما يحصلش أي مشكلة في البوزيشن. وهبتدي الناحية التانية برضك تشدها الناحية دي شوية. لحد ما الاقي الشكل المناسب بتاعي وهبتدي بقى ايه اظبطه. هنا كنت عايز اضيف الكوباية تبقى الكوباية جاية من ورا الشفاية. ففي الأول دلوقتي أنا بعمل أوفست ما بينهم عشان بحيث واحدة تبقى جاية ورا واحدة ما يبقاش كلهم ورا بعض على طول. مثلا ممكن اسيب 2 فريم او 3 فريم على حسب الحركه بتاعتي وهحطهم في كومبوزيشن
عشان بقى ايه ابتدي اضيف زي ماسك كده عشان ما يظهروش غير فلوس معينه. طبعا انت ممكن تعملها بالالفا ماسك، بس انا هنا هعملها بالماسك. الحاجه الواحده ليها اكتر من حل، وفي اكتر من طريقه انت تعمل بيها الحاجه. هشوف الطريقه اللي تناسبك واشتغل بيها. انا ممكن مره اشتغل ماسك، مره اشتغل بالالفا مات، مره اشتغل بافكت شيت مات، يعني على حسب الدنيا معايا. مفيش اي مشكله بالنسبه لي. فهنا يعني بقول له انا عايز الجزء ده بس اللي يظهر. كنت عمال اظبط بقى الباس بتاعي بتاع الماسك عشان بحس ان مفيش حاجه من الكوبايه تظهر غير في المحيط ده. انا ملاحظ ان هي بقت بالشكل ده، ظبطت معايا. هنا كنت عايز بقى اظهر الفيديو الاصل بتاعي عشان اشوف حركة شبهها ولا ايه، فلقيتها زيها بالظبط. هنا بقى كنت عايز يعني اظبط الظهور بتاعي اكتر. والشخص ده بقى كنت عايز بقى رفض. اما الشخص ده فانا مش هحركه، انا بس هكتفي ان انا اضيف الكم وهربطه مع الشباك. تمام، وعايزكم بقى انتوا ايه تحركوه. هو مفيش مشكله، اي مشكله خالص من تحديد. هو برضه جاي من تحت لفوق، وايده بالنسبه لايده واخده زي تقوس كده، ممكن بقى تشوفها بتفرق مثلا بالبابل، بتفرق اي حاجه تانية. جسمه برضه جاي من تحت لفوق، يعني الجسم بتاعه جاي من تحت لفوق. وفي اوبشن برضه ما بين الشعر وما بين مثلا العين والكلام ده كله، فانت شوف هتوصل لايه وانا معاك. حبينا نشرحها بعد كده مفيش مشكلة، بس أعتقد إن هي ملهاش لازمة. إحنا فهمنا الفكرة العامة، خلاص أنت طبق بقى. يعني عايزك تطبق المشهد كامل. وممكن مثلا لو أنت حابب توريني أو حاجة، ممكن مثلا نحصلكم مثلا جروب أو حاجة، أو ممكن مثلا تيجوا جروب على انستجرام أو واتساب ونبتدي نشوف فيه الحركات. انا هنا كنت بظبط الراجل بتاع اللي هو السيلز ده، شوفوا مثلا هيبتدي يظهر من امتى، وكذلك الكوبايات، وكذلك الكوبايات. وهبتدي أربط الراجل بقى بالـ 3D برضه، اللي هو النال 3D2. هنلاحظ إن هنا في زي قطعة كده، فهبتدي أظبطه. بس هو ممكن يكون طبيعي لأنه أصلا المفروض هيظهر بقى من تحت لفوق، أنت المفروض بقى تبتدي تظهره من تحت لفوق. تمام، هبتدي بقى أظهر كل الحاجات بتاعت عشان نشوف الحركة بتاعتي. نلاحظ ان شكل المكنه دي ظاهر كده، عايزين بقى نروح مثلا نقص ولا نعمل اي حاجه، او ممكن نديله اوباسكي على حسب. يعني ممكن نقصه كده مثلا ونشوف، نلاحظ برضو ان هو ظاهر بدري.
احنا عايزينه مثلا يظهر مثلا من هنا مثلا، ده هنبتدي نروح بقى نقصه من المنطقة دي. وايه هنبتدي نقص الحتة دي كلها. ونرجع تاني ونشوف شغلنا. ده هنلاقيه بالشكل ده كده. نلاحظ اصلا ان المكنة مش مديها بقى عمق، مش مديها او مش مهتم بتفاصيلها في الكاسيت دي، زي مثلا الشباك من تحت مثلا نديله اللي هو دوت اس 3 دي كده او بيكسل دي. هو الراجل شكله متعب في المشهد ده يعني، فقال ايه يعني. هنا فقط عامل بالشكل ده. زي ما قلنا يعني كل الشخصيات وكل الحاجات نفس الحركات بتاع الشخصية اللي هي لابسة أزرق دي، بنفس الطريقة بنفس الطريقة اشتغل. وعايزك تعمل مشهد كامل، أي حاجة إحنا محركناهاش أنت عايز تحركها حركة. في مثلا حاجات محركناهاش زي مثلا زي طوب كده، يعني في طوب كده ما حركناهوش، فإحنا مثلا اللي هو طوب ظاهر كده تحت ما حركناهوش، واخد ترين بس، فدي سهلة مش محتاجة. وفي جزء بتاع الأرض، يعني الجزء بتاع الأرض مسنان، فأنت ممكن برضك هتضيف ستروك تحت في الأرض وهتدي لها مثلا ترين بس، وممكن تدي لها أوفست، وممكن تدي لها اللي هي الجاب والجزء ده اللي هي الحتة بتاع الجاب. فلو جيت شغلت مليت، فأنا لاحظت إن في حاجة إحنا ما اديناش حقها. وانا بتفرج على الفيديو تاني لقيت ان الجزئيه ديت نزلت لتحت شويه كده، بصوا يعني نزلت النزله دي، يعني هي كانت جايه من فوق كده نزلت لتحت وبعدين طلعت تاني. تمام، احنا لما جينا نعمل الفيديو فاحنا عملناها كده، عملناها كده وما نزلتش النزله بتاعتنا. الحل ايه؟ ان احنا ندخل على المشهد بتاعنا تاني ونظبطها على السريع. هنعمل ايه مثلا؟ هو النل اهوت، فانا فكرت اديلها سكيل، يعني مثلا لو انا جيت هنا مثلا سكيل كده وبعد شويه هنا مثلا اديت لها سكيل. تمام، وفي الاول هديلها ايزي ايز، وهنا مثلا ممكن ابدلها الاستيك، بس انا في الاول عايز ازود السكيل بتاعي مثلا، هزوده كده مثلا 100 مثلا 86 او 185. تمام، وزودت دي كده شويه واديت لها مثلا الاستيك. لو الالاستيك ما اشتغلش معايا اروح على طول على موشن 2 وادي له اكزيت، يعني هو نفس الالاستيك تقريبا، فهو هيديني الارتداديه برضه، فهيبقى جاي معايا بالشكل ده. تمام، هنلاحظ ان الحركه ظبطت شويه وقربنا من الفيديو بنسبة كبيرة. تمام، بس اللي حصل ده فاحنا ممكن ايه نجيب دي شوية كده ونشوف. تمام، ممكن مثلا كده. تمام، وهنرجع ونشوفه مثلا مع الفيديو الأصلي. فلو مشينا كده بصوا تقريبا ماشي نفس الحاجة، نفس الحاجة تقريبا. تمام، فنشيل ده ونجيب بقى المشهد كامل عشان نشوفه، ده هيبقى معانا بالشكل ده كده. مليت من طوابير القهوة، تعبت من الكاب كده، مليت من طوابير القهوة. ولما تضيف بقى بقية الرجالة اللي هنا دول هتظبط معاك طبعا، ويظهرهم هيظهر بقى مثلا ده الأول، وبعدين بعد التاني مثلا تسيب 2 3 فريم، وبعدين تظهر التاني، وبعدين التالت، وبعدين الرابع. بس هو تقريبا في الفيديو ظهر الرابع قبل التالت، يعني لو جبت في الفيديو والرابع اصلا ظهر قبل ما التالت يكمل ظهور. تمام، وكل نفس واخد نفس الحاجه اللي احنا بنقولها، قلنا نضيف ضابط وهنضيف اللي هو
البون نضيف لها بون بالدوج باز تمام، نفس الزور اللي احنا ظهرناه هنا. طيب بالنسبه للزور بيت الاشخاص بصوا اهي نفس الحركه بتاع الزور ده نفس ده بس متاخر شويه عني، بس الفرق ان ده ماسك موبايل مثلا وده نفس الحاجه ماسك شنطه مثلا، والشنطه مثلا ممكن يكون ضيف لها بوبت وضيف لها بونز عشان تبقى جايه معانا بالشكل ده كده. ممكن مثلا مأخرها شويه عن زور الايه عشان تظهر معانا بالشكل ده، وكذلك الكرافتة ممكن يكون ضيف لها بابت موديها مره يمين ومره شمال ومره سبت، والشخص ده بردك ظاهر نفس الظهور. فنلاحظ ان هو ظهر ده الاول مثلا وبعدين ده بعده وبعدين ده بعده وبعدين ده بعده، مثلا كل واحد والتاني في ما بينهم مثلا 2 فريم ولا حاجه تمام. بس كده زي ما قلت لك انا عايزك تبقى يعني ايه فاهم مش حافظ، تبقى فاهم كل حاجه اتعملت ازاي وممكن تحل اي مشكله تقابلك ازاي. الحاجه دي بقى تكون فاهم في الاكل، انما لو انت حافظ اعمل الحركه دي هتبقى تمام لا، او اشتغل مثلا في الجرافيك اديتور خلي مثلا القيم 60 و150 لا برضك ما تعملش كده. انت في الجرافيك اديتور تشتغل زي ما انت حابب، يعني زي ما انت مثلا شايف القيمه المناسبه، او انت تختار جرافيك اديتور تبطئ الحته اللي انت عايزها تبطئ وتسرع الحته اللي انت عايزها تسرع. بس انا بس عن نفسي بشتغل كده. حابب انت تروح لل يعني ايه السكريبت او كده تمام اللي انت تشوفه، بس نصيحتي ليك بلاش يعني. بعد كده بقى هنلاحظ ان المشهد ده يظهر طول الجزء اللي بعد كده، نلاقي المشهد ده نزل لتحت والمشهد ده طلع لفوق، وبرده اللي حرك اي شخصيه من الشخصيات ديت هيعرف يحرك الراجل اللي جاي ده، يعني هو برده اداله بابط ومثلا ادى المحفظه برده جزء منها بابط في الحته ديت مثلا ده بابط هنا وبابط في الاخر، ونفس النظام في الفلوس. فهي اديت معايا الثانيه دي تمام. وجه بقى الجزء اللي هو بتاع الفلوس 3 دي كده وغطى على الشكل بتاعنا عشان يظهر المشهد الجديد. دي زي انتقاله كده احترافيه انت تنقل ما بين مشهد ومشهد بجزء معين تمام. وظهرت الايديو طلعت وظهر بقى اللي هو الكوبايه ديت والافكت اللي ظهر معانا ده، وبعد كده الموبايل حركه الموبايل. هنلاحظ ان زي حاجه بتسلم حاجه، حاجة طلعت حاجة ده يعني ايه انسيابية كده. لاحظ ان الفيديو دي مليان تريكات، وكمان النهارده برضك احنا شرحنا شوية تريكات حلوة، يعني شرحنا تقريبا 3 تريكات او حاجة زي كده، وكل تريكة فيها تفاصيل تمام. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنكمل الفيديو بتاعنا، بس ده هيتوقف على حاجة، ده هيتوقف على التفاعل بتاعكم في الفيديو، وهيتوقف برضو على الناس يعني مثلا متجاوبه معايا، احس مثلا ان هم استفادوا، احس ان انا عايزين مثلا اكمل او كده. طيب باذن الله نكمل، بس اهم حاجه يبقى في تفاعل وفي تشجيع وفي دعم عشان نعرف نكمل ان شاء الله. يا جماعه اهم حاجه الدعم، يعني مش هتخسر حاجه لو عملت لايك، لا بالعكس ده هيشجعني ان احنا نكمل مع بعض ان شاء الله، ومش هنكتفي ان شاء الله بالورشه دي لما تخلص لو احنا لينا نصيب ان شاء الله ان احنا نخلصها. و لا مش متفق كده، لا هنعمل ورش جديده ان شاء الله، وده ممكن يكون على يعني بناء على طلبكم، بس قلنا شرط ان احنا مثلا يكون في برضه تفاعل، احس الناس متجاوبه والناس متفاعله، واحس برضه الاهم ان الناس استفادت. وبس كده عشان ما اطولش معاكم، فيا ريت بقى تدعموني وتضيفوا بقى لايك وكومنت وسبسكرايب، اشترك في القناه بقى اللي لسه ما شافش يشترك عشان اللي جاي معانا هيبقى حاجات قويه ان شاء الله. نستنى ان شاء الله بقيه الورشه، بس بدانا المشهد الاول، هو المشهد الاول هتحس ان هو طويل يعني مشهد طويل فيه كده جزئيه فخدت منه وقت. بس كده، واتمنى ان احنا نكون خفف عليكم وسلام. تعب قهوتك اليوم وكل يوم.